يعني عملية ارتباط المتدرب بالبرنامج التدريبي، ويعني انغماس المتدرب في البرنامج التدريبي، وانتماء المتدرب للبرنامج التدريبي، وحماسة المتدرب للبرنامج التدريبي، وهذا بيظهر في شكل المشاركة والتفاعل والإجابة على الأسئلة والاستبانات والأنشطة والكيس ستاديز، دراسات الحالة. فهنا بيكون طبعا الانديكيتورز اللي أنا بتأكد منها كإدارة تدريب أو كمدرب إن في انجيجمنت في العملية التدريبية، لما أجد المتدربين متفاعلين ومتشاركين. جميل جدا، حصل ليرنينج بفضل الله عز وجل وحصل انجيجمنت، ولكن ما هو أهم بيلر أو ركن أو عنصر يعني خاصة بيركز عليه الستيك هولدرز اللي هم أصحاب المصلحة؟ أحسنت أحسنت يا أخت سارة، العيسى، اللي هو الأثر، اللي هو الإمباكت، اللي إحنا يعني بنسميه الإمبروفينج بيرفورمانس، اللي هو تحسين الأداء، اللي يكون فيه تحسين الأداء. طبعا الإمباكت هو الأكبر، وطبعا الإمباكت اللي هو قياس الأثر من التدريب، اللي هو ريتيرن أوف انفستمنت، الآر أو أي، لا يمكن أن يقاس إلا بعد ممكن شهرين ثلاثة، ولكن مبدئيا يعني إحنا نستطيع إن إحنا نجد يعني change in behavior، يكون في positive behavior، يعني تحسن في السلوك إيجابي، تحسن إيجابي في السلوك. وطبعا مع الممارسة سوف يأتي عملية الـ improving performance، وبالتالي يأتي عملية الـ impact من البرنامج التدريبي. فإذا هنا الـ three pillars اللي هي training triangle: learning, engagement and performance. متفقين معي يا جماعة؟ متفقين معي؟ هل في أي إضافات، في أي كومنتس؟ الله يعطيكم العافية، شكرا أستاذة نورة، شكرا أستاذة فاطمة، ممتاز. أيضا بحب أبدأ بهذا الموديل، يعني خاصة إحنا في المملكة العربية السعودية كي اس اي، ارفع رأسك. فهنا عندنا سكسس وركينج بيزكس، أساسيات العمل الناجح، بما إننا إحنا بنتكلم عن إدارة وقيادة فريق العمل عن بعد بنجاح. فبحب أبدأ بالكي اس اي موديل. سمعتوا عن الكي اس اي موديل ده يا جماعة؟ مين اللي سمع عنه؟ طيب ممتاز، الأستاذ مراد كتير، أستاذ مصعب معروف، طيب ممتاز. عارفين طيب الـ KSA اختصار لإيه؟ ولا أقول أنا؟ مهارات معلومات، الأستاذ مراد ممتاز، ترجم المصطلحات، حاضر يا أستاذ صابر، إحنا بنترجم على فكرة، ممتاز، الله يعطيك العافية. طيب الـ K اختصار لكلمة knowledge زي ما قالت الأستاذة سارة، والاس اختصار لكلمة skills. طيب والاي يا أستاذة سارة؟ أنا مستنيكي، أحسنتي يا أستاذة سارة، اختصار لكلمة attitude. ما شاء الله، ده احنا فعلا ما شاء الله معانا خبراء، ما شاء الله تبارك الله. فزي ما ذكرت الأستاذة سارة ومعظم حضراتكم، إن احنا عندنا 3 words. الكلمة الأولى كي، اللي هي بداية كلمة knowledge، يعني المعرفة. يبقى إذا أنا أردت أن أنجح مع فريق عملي، لابد ان انا اركز الاول، هل فريق عملي لديه من المعارف والمعلومات والنظريات التي تمكنه من انجاز مهامه عن بعد بشكل فعال ولا لا؟ طيب اذا كان عنده، اللهم لك الحمد. طيب لو ما عندوش، انا دوري ايه يا جماعه؟ ان انا ازوده بهذه المعلومات وهذه المعارف. ازوده ازاي؟ ممكن من خلال التريننج كورس زي ما احنا قاعدين الان، ممكن من خلال المانيوالز او الانستراكشنز، من خلال كتيبات تعريفيه، من خلال قراءه موجهه، من خلال مواقع ويب سايتس على الانترنت، صح ولا لا؟ كل دي وسائل نستطيع ان احنا نتبادل فيها المعرفه مع منسوبينا. جميل جدا استاذه سحر، يعطيك العافيه استاذ سحر، شكرا لك. ايضا الاس اختصار لكلمه سكيلز، اللي هي المهارات. اذا اردت ان انا ادير فريق عملي عن بعد بنجاح وكفاءه وفاعليه وانتاجيه، لابد ان انا اتاكد هل فريق العمل لديه المهارات الكافيه. Are they skillful enough to achieve the tasks or not؟ هل هم ماهرين بالدرجه الكافيه لانجاز المهام ولا لا؟ يعني هل هم مثلا من الناس اللي بتدير وقتهم بشكل كويس؟ هل هم ناس من الناس اللي بيعرفوا يضعوا لنفسهم أهداف وينجزوها ويحققوها؟ هل هم عندهم ترتيب أولويات؟ هل عندهم مهارات اتصال؟ هل أيضا عندهم مهارات التواصل عن بعد؟ المهارات التقنية في التواصل عن بعد، وبيعرفوا يتعاملوا مع التقنية ولا لا؟ هل هم عندهم أصلا مهارات شخصية ومهارات اجتماعية ولا لا؟ فمهم جدا إن أنا أتابع هذه المهارات وأقيس هذه المهارات أول بأول مع فريق عملي. الأخ يزيد بيقول التدريب هو نقل معرفة لبناء مهارة لتغيير سلوك لتحسين النتائج. أحسنت يا أستاذ يزيد، بارك الله فيك، تلخيص جميل. أيضا نأتي للإيه، هي الاتيتيودز وهي الاتجاهات.
طبعا مهم جدا يا جماعه ان احنا في اداره فريق عملي عن بعد، بعد ما اكسبه المعرفه او ارفع من معارفه وبعد ما ارفع من مهاراته، مهم جدا هذه المعارف وهذه المهارات تخدم في عمليه الاتيتيود towards the work او towards the tasks، ان يكون عنده positive attitude تجاه العمل، ان يكون عنده اتجاه ايجابي نحو العمل. فقد يكون هو يعلم جيدا وقد يكون لديه المهاره عاليه جدا، ولكن ليس لديه التوجه الايجابي اللي يحفزه انه يعمل وينتج. وكثير من العاملين إلا من رحم ربي، ونتمنى إن شاء الله أن ما يكون هذا الكثير عندنا، يكون عندنا إحنا الكثير هو العكس، من لديه كثير من المعارف والمعلومات والمهارات ولكن لا يوظفها في بيئة العمل أو في إنجاز مهامه، لأنه ما عنده السيلف موتيفيشن أو ما عنده السيلف كونفيدنس اللي هي الثقة بالذات، أو ما عنده النزاهة، أو ما عنده الأمانة، أو ما عنده الحماسة، ما هو متحمس للعمل، أو ما عنده مهارات التعاون وإنجاز العمل بروح الفريق، وما عنده الالتزام والانضباط الذاتي. فمهم جدا يا جماعة أن احنا نرفع هذه المهارات عند متدربينا حتى ندير فريق العمل بكفاءة وفاعلية وإنتاجية، اللي هي الـ K knowledge، الـ S الـ skills، الـ A الـ attitude. إيه رأيكم يا جماعة في هذا النموذج؟ فعلا مهم حتى ندير فريق عملنا سواء on site أو online، سواء عن قرب أو عن بعد. يعطيكم العافية. وهنا أيضا أحد النماذج العالمية المشهورة، إذا كنت أنا مسؤول عن إدارة فريق العمل وطبعا إدارة فريق عمل، فأنا أيضا مسؤول عن تنمية مواهبه اللي هو Talent Development. فهنا عندنا Talent Development Capability Model من الـ ATD، مؤسسة تطوير المواهب العالمية، هي أول المؤسسات في تطوير وتنمية المواهب، وهذا النموذج مهم جدا اللي هو نموذج الجدارات. فعندنا تم تقسيم الجدارات إلى ثلاثة أقسام رئيسية، اللي هي الـ Personal Capability والـ Organizational Capability والـ Professional Capability، اللي هي الجدارات الشخصية والجدارات المهنية والجدارات التنظيمية. ممتاز. نجد هنا في مجموعة skills في الجدارات الشخصية اللي هي الـ Communication، الايموشنال انتليجنس اند ديسيشن ميكنج اللي هو مهارات الاتصال، الذكاء العاطفي واتخاذ القرار، عمليه العمل بروح الفريق واداره الفريق، الكالتشر اويرنس اللي هو الوعي المؤسسي، والبروجكت مانجمنت اداره المشروعات، وغيرها من الجدارات اللي موجوده في الموديل ده. واذا بحثنا عن هذا الموديل هنجده فعلا من المودلز الجميله جدا، لو احنا مسؤولين عن قياده فريق العمل مهم جدا ان احنا نكون على وعي بهذا الموديل. ايضا في البروفيشنال كابابيلتي اللي هي الجدارات المهنيه، فهل هو مثلا عنده ليرنينج ساينسز، هل هو مثلا عنده انستراكشنال ديزاين، هل هو عنده تريننج ديليفري فاسيليتيشن، كل دي جدارات بيقدر يوصل معلومه، بيقدر يعلم غيره، بيقدر يعمل كوتشنج للموظفين الجدد، لو هو مثلا سينيور امبلوي، يعني موظف سينيور، فهل بيعرف يعلم غيره، هل بيعرف يقيد غيره، هل بيعرف يعمل مونيتورنج لغيره، بيعرف يعمل سوبرفيجن لغيره، بيعرف يعمل إدارة لغيره ولا لا. أيضا الorganizational capability، هل هو عنده business insight، هل هو عنده بصيرة بالعمل ورؤية مستقبلية للعمل، عنده استشراف للمستقبل ولا لا، هل هو بيقدر يقدم عملية الاستشارات والشراكة في العمل، بيتعامل مع العمل كخبير وكمستشار وكشريك وليس مجرد موظف بساعات الدوام وبس، هل هو عنده فعلا عمليه الاورجنايزيشن ديفلوبمنت اند كالتشر، تالنت ستراتيجي، وغيرها من السكيلز والكومبتنسيز اللي احنا مهمه جدا في قياده واداره فرق العمل سواء اون سايت او اونلاين ان احنا نركز فيها. ممتاز جدا. لذلك لو انا كتيم ليدر اردت ان انا ارسم لنفسي مسار تميزي المهني، ايه توقع حضراتكم حتى يكون لدي مسار أمشي عليه وأسير عليه حتى أحقق ما أريد؟ بداية هذه المسار أبدأ بها يا جماعة، إيه أول مرحلة أستطيع أن أنا أضعها في مسار تميزي المهني في قيادة فريق عملي كتيم ليدر؟ ممتاز. أول شيء أن أنا يكون عندي personal أو self awareness، يا سلام. وبعد كده الهدف، وبعد كده team selection، وبعد كده استخدام تحليل SWOT، جميل جداً، وضع الأهداف ومعرفة الفريق والتخطيط رائع جدا 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 جدا، وجمع المعلومات ما حضراتكم ذكرتوه قمة الروعة، ومعرفة بالأفراد. أحسنت يا أستاذ سالم، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا.
خلينا كده يا جماعة نستعرض ملخص ما ذكرته حضراتكم في هذا الكارير باث او الاكسلنس كارير باث اللي هو عملية التميز المهني. اول شيء مهم جدا ان انا يكون عندي اكتشاف ذاتي المهنية. ممتاز. طب وهي الادوات يا جماعة ان انا اكتشف بها ذاتي المهنية؟ فطبعا عندنا كثير من الادوات. مين يذكر لنا الان ادوات ان انا اكتشف بها ذاتي المهنية او ميول المهنية؟ الميول المهنية. انا انتظر على الشاتينج. تحليل الشخصيه زي ايه؟ ايه هي المقاييس يا اخ سيف؟ ممكن التجربه، ماشي، اختبار هيرمان، ممتاز يا اخ مصعب، الخبره، القدرات، المهارات التي امتلكها. جميل جدا، جميل جدا ان انا احلل شخصيتي. جالوب، فعلا جالوب اسسمنت من مقياس اكتشاف القدرات. طيب هل حضراتكم فعلا جربتوا هذه المقاييس؟ جربتوا هذه المقاييس المهنية يا جماعة؟ في طبعا مقاييس مهنية كثيرة موجودة على الانترنت، في اكتشاف، في MBTI، في جالوب، في ديسك، في كثير من المقاييس، وجالوب فعلا، وبروفايل، يس بروفايل 1، في كثير من الاسسمنتس اللي احنا ممكن نستفيد بيها في عملية تالنت اسسمنت اللي هو تقييم المواهب عند متوظفين سواء لنفسي او موظفيني. على فكره يا جماعه مسار التميز المهني ده استطيع ان انا اسير به مع فريق عملي ايضا. يبقى اول شيء اكتشاف ذاتي المهنيه. ثاني شيء وحضراتكم ذكرتوه بريكمان، احسنت استاذ مصعب، ما شاء الله تبارك الله، استاذه ساره. ايضا تحديد اهدافي المهنيه، ايه هي التارجتس او الاوبجكتيفز، الاهداف المهنيه تبعي اللي انا عايز انجزها. وبعد كده يا جماعه ارسم مساري المهني، ولما ارسم مساري المهني يعني طبعا رسم المسار بيكون فيه نقطه بدايه ونقطه نهايه. نقطه بدايه زي ما ذكرنا اللي هو تحليل الوضع الراهن، الريال سيتويشن، وبريكمان ممتاز جدا. ونقطه النهايه اللي هو الديزايرد سيتويشن او الديزايرد ريزلتس، يعني النتائج المرغوب فيها. فمهم جدا ان انا احلل الوضع الراهن، طبعا انا بحلل نفسي كتيم ليدر وبحلل التيم ممبرز، تمام، التيم اللي معايا بحللهم، بحلل وضعنا الحالي كتيم ليدر وبحلل وضع كل عضو من اعضاء الفريق. وبعد كده بحدد نقطه النهايه، يعني زي ما بيقول ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، start with the end in your mind، يعني ابدا والنهايه في ذهنك، اللي هي desired position او desired situation. احسنت يا استاذ مؤمن فاروق. فمهم جدا يا جماعه رسم مسار المهني، ان انا احدد نقطه البدايه واحدد نقطه النهايه. طيب هيكون في طبعا فجوه بين النقطتين. طيب انا هرسم بقى المسار اللي يردم هذه الفجوه اللي هو بريدج ذا جاب بتوين ذا تو بوينتس. الله يسعدك اخ الياس، بارك الله فيك في الجميع. ممتاز، يبقى رسم مساري المهني. ايضا وانا ماشي في هذا المسار المهني مهم جدا يا جماعه ان انا يكون لي كريتيريا، يكون لي مقاييس أقيس بها نفسي، اللي هي KPIs اللي هي مؤشرات الأداء أو مؤشرات نجاحي. الله يسعدكم يا أخ مراد ويسعد الجميع، بارك الله فيكم. فأنا ماشي في مسار المهني لابد أن أنا يكون لي KPIs مؤشرات النجاح، يكون لي تشيك ليست بعلم تك تك تك، صح 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 صح، أحسنت أحسنت أحسنت، وللتحسين كذا كذا، ممتاز. وأيضا يا جماعة يكون لي دليل نجاحي، طبعا مهم جدا كل خطوة من خطوات مسار المهني لابد أن يكون في مانيوال، وهذا المانيوال أنا أزود نفسي فيه بالوسائل وبالأدوات، بالتولز، بالبروفيشنال تولز يا جماعة، البروفيشنال تولز، الأدوات الاحترافية اللي تمكنني أن أنا أحقق هذا النجاح. وإلا بدون الأدوات اللي تساعدني وتمكنني من النجاح لن أصل إلى نهاية المسار، وهو تميزي المهني المنشود اللي هو desired situation أو desired position زي ما حضراتكم ذكرتم. الفرق بين المؤشرات والدليل، ممتاز. الدليل هو الدليل العملي يا جماعة، يعني في الخطوة كذا أنا أفعل كذا باستخدام كذا بأداة كذا، تمام، اللي هو الأكشن بلان، الدليل نجاحي نقدر نقول عليه الأكشن بلان، تمام. وطبعا في الأخير طبعا تميز المهني يكون فيه طبعا final evaluation اللي هو التقييم النهائي طبعا، ويكون فيه طبعا outcomes والريزلت اللي احنا نستفيد بيها ويعني نعمل ريكوردنج ليها ونعمل ريبورتنج ليها حتى نستفيد بيها في النكست او في الاذر بلانز ان شاء الله. ممتاز جدا.
ده بالنسبة يا جماعة لمسار تميز المهني. واضح جدا يا جماعة لازم يكون عندي طبعا عملية بصيرة، ويكون عندي استشراف للمستقبل، ويكون عندي عملية فيجواليزيشن أتخيل فيها مسار فريقي اللي أنا بقود به فريقي نحو التميز والنجاح بإذن الله عز وجل. أي استفسار، أي سؤال من حضراتكم؟ إذا كان في أي سؤال، إحنا الآن يعني بعد نصف ساعة، أنا أحب إن أنا أسمع لحضراتكم أي سؤال، أي استفسار، أي إضافة من حضراتكم. يعني نسعد بسماع صوت حضراتكم. لمن أراد يضغط على ريز هاند، والشباب بيقصرون في التكنيكال سبورت إن شاء الله يفتحوا المايك لحضراتكم بالمشاركة. الأستاذ مصعب بيقول أين المسار التدريبي؟ ما هو طبعا دليل نجاحي في أدوات وفي خطوات وفي إجراءات، كل ده في دليل نجاحي. وطبعا احنا لازم نهتم بالتدريب يا أستاذ مصعب، وإلا مش هنشتغل. الله يعطيك العافية. فلازم نعظم التدريب في كل مسارات التميز المهنية. أحسنت. حياك الله أستاذ سيف السعيد السعيدي، سعدنا بالأستاذ سيف، كان معنا أمس في أحد الأمسيات. بارك الله فيك أستاذ سيف، مدرب ما شاء الله متميز من عمان، سلطنة عمان الشقيقة. أي استفسار يا جماعة، أنا يعني أحب أسمع حضراتكم، أي مشاركة، أي سؤال في الشات، أو من أريد أنه يريد أنه يتحدث بيضغط على ريز هاند، أو يكتب أن أنا عايز أتحدث والشباب يفتحوا له المجال إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ سيف. أستاذ صابر رفع يده. I will allow him to talk. تفضل. أستاذ صابر unmute الميكروفون وتفضل. أستاذ صابر حضرتك اعمل إلغاء لغلق الميكروفون وتفضل، اعمله من عندك، تفضل. طيب واضح إنه يمكن بالغلط، تفضل دكتور. الله يعطيكم العافية. طيب، في سؤال هنا، ما هو أفضل منهجية لتحليل الشخصية؟ على حسب، انت عايز تحلل الشخصيه، هل انت عايز تحلل ايه في الشخصيه؟ الشخصيه دي يعني لوغاريتمات كتيره جدا يا جماعه. هل انت مثلا عايز تحلل قدراتك العقليه؟ هل انت عايز تحلل مهاراتك المهنيه؟ وهل انت عايز تحلل ميولك المهنيه؟ هل انت عايز تحلل ذكاءاتك؟ فطبعا في حاجه اسمها الذكاءات المتعدده. هل انت عايز تحلل مثلا ذكائك العاطفي او الوجداني؟ فعلى حسب. فلو هنتكلم عن مجال البروفيشن، على مجال الوظيفة، فهو طبعا في اختبارات كتيرة جدا، من أفضلها طبعا جالوب. تمام. أيضا من ضمن الاختبارات اللي ممكن نجدها مجانية وموجودة، لو دخلنا على مركز قياس هنجد فيه اختبارات. أيضا في أيضا من أحد الاختبارات المتميزة المجانية، أيضا اختبار اسمه اكتشاف. في ايضا اختبار لوزاره الموارد البشريه او هيئه الموارد البشريه بالاردن، اختبار الميول. فلو كتبنا بس اختبار الميول المهنيه او الوظيفيه هنجد كثير من الروابط، منها المجانيه طبعا ومنها المدفوع. كيف انطلق بتميز بدون التاثر من المؤذين؟ الله اكبر، ربنا يعافينا المؤذين. احنا في شهر رمضان، المؤذين المفروض ان هم مسلسلين الان يا استاذه فايزه، الله المستعان. طبعا مهم جدا يا جماعه ان انا يكون عندي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دائما وابدا يعني الناس يروك بالعين التي ترى بها نفسك. فلو انت شايف نفسك تستطيع تقدر، فسوف تستطيع وسوف تقدر. انما انت لو شايف نفسك متردد وما تقدر انك تنجح، فسوف يراك الاخرون متردد وغير ناجح. فمهم جدا يا جماعه ان انا يكون عندي طبعا اللي هو عمليه الوعي الذاتي، اعي امكانياتي وقدراتي ومهاراتي وخبراتي، وابرز هذه الامكانيات وهذه القدرات وهذه المواهب، ومن ثم طبعا استطيع بعد كده ان انا اغير من حولي. فمهم جدا ان انا اثق في نفسي الاول من نفسي. التغيير يأتي من الداخل. ممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل صباح أستاذي، الخير. عرفنا نفسك وتفضل. أهلا أستاذ رمضان صلاح، مدرب حاسب آلي. أهلا وسهلا أستاذ رمضان. من جمهورية مصر العربية. يا مرحبا. أهلا بك. والله السؤال هو، أنا عايز عشان يبدأ الإدارة عن بعد لازم عدة أساسيات. يعني عشان يبني عليها شغله، والاساسيات دي مش هتتوفر في المدرب او اللي هو اللي بيدير عن بعد، لازم تتوفر في فريق العمل كله. معايا يا دكتور؟ ايوه معاك، سامع حضرتك، انا مش عايز اقطعك بس.
ماشي، الاساسيات دي مش لازم تبقى متوفر عند كل الفريق، ولا ممكن تتوفر عند اللي هو قائد الفريق بس او اللي بيدير الفريق عن بعد؟ تمام، هرد على حضرتك، كمل سؤال حضرتك. بس هو اللي انا عايز اساله ده، هل الامكانيات لازم تكون متوفر عند المجموعه كلها ولا تتوفر عند قائد الفريق بس؟ طيب أسأل حضرتك يعني ايه المقصود بكلمة الإمكانيات؟ أنت تقصد بيها ايه؟ هل الامكانيات سواء امكانيات بشريه او امكانيات ماديه؟ إمكانيات بشرية يعني مهارات يعني. مهارات مثلا انا ممتاز. بتعامل مع، مثلا حضرتك دلوقتي قلت اللي عايز يسال بعض الزملاء حتى ما يعرفش يتعامل مع المايك، انه يفتح المايك ازاي او يدخل او يخرج او شرط يتكلم على ازاي. فكرة، مش شرط ان هو ما يكونش ما عرفش يفتح المايك، ممكن يكون هو يعني بالخطأ ضغط على ريز هاند او كده، او عنده مثلا دوشة. المهم، فجميل جدا، انا فهمت سؤال حضرتك واستوعبته. تسمح لي اجاوب؟ تفضل تفضل يا دكتور طيب، تفضل. اولا اشكر حضرتك يا استاذ صابر على مشاركتك، ومرحبا بحضرتك، ويعني انا طبعا من مصر، وانت يعني من حتة يعني عزيزة على قلبي، على قلبي طبعا وعلى قلوب الوطن العربي كله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصر وعلى كل الدول العربية والإسلامية يعني الخير والبركة، وأن يعني يجنبنا شر هذه الجائحة اللي احنا بنمر بيها والعالم كله إن شاء الله. بداية، سؤال حضرتك مهم يا جدا. رب أنا كتيم ليدر، كقائد فريق عمل، أولا لازم أنا يكون عندي المهارات الشخصية والمهارات المهنية والمهارات التنظيمية. أولا أنا كتيم ليدر اللي أنا ذكرتها في الـ ATD موديل، تمام. طيب فريق عملي لازم يكون عنده أي نوع من أنواع المهارات؟ يكون عنده المهارات الشخصية ويكون عنده المهارات المهنية. إحنا قلنا المهارات الشخصية إن هو يكون عنده ثقة بنفسه، يكون إيجابي، يكون مرتب أولوياته، يكون عنده أهداف، يدير وقته. والمهارات المهنية إن هو يعرف يتعامل مع فريق العمل، إذا عنده نقص في مهارة معينة يطلب المساعدة من قائد الفريق أو من أحد زملائه في فريق العمل، إذا هو بيتواصل من خلال الأونلاين زي ما احنا بنتواصل، لازم يكون بيعرف يستخدم مثلا وسيلة زي زوم اللي احنا بنستخدمها الآن، يكون عارف الأدوات بتاعتها والفيتشرز بتاعتها حتى يعرف يتواصل، صح ولا لا؟ فجميل جدا. فطبعا لابد أن يكون فريق العمل أيضا لديه هذه المهارات. طيب نفترض لو أنا تيم ليدر بختار فريق العمل، فانا بختاره حسب ايه؟ الاي تي دي موديل اللي اتكلمنا عنها دي، تمام. طيب لو انا اجبرت على فريق عمل معين وهم دول اللي موجودين وهم دول فريق عملك، وجدت منهم ناس متميزين وناس متوسطين وناس ضعفاء، فانا دوري ايه؟ انا دوري ان انا طبعا ليرنينج اند ديفلوبينج ذيم، ان انا اعلمهم واطورهم واعمل لنفسي خطه تدريبيه زي ما ذكر استاذنا مراد، عايزين بقى نرفع من قيمه التدريب هنا، خطه تدريبيه ليهم سواء بفريق العمل نفسه يدرب نفسه تدريب داخلي اللي هو زي بيسموه كده اون جوب تريننج، او تدريب خارجي نستعين بيه بخبراء زي ما احنا بنستعين بشركه ميجا وشركه جداره للتدريب. واضح كده يا جماعه؟ طيب ممتاز. اي استفسار او سؤال اخر؟ ممتاز، احنا كده خدنا ال5 دقائق والزياده بتاعت الاسئله على راس كل ساعه. يعطيك العافيه يا استاذ انتصار. طيب خلينا نستكمل. بداية يسعدني ان انا اعرفكم بنفسي، معاكم اخوكم الدكتور محمد سرور. I am learning and development professional، يعني انا محترف تعليم وتدريب وتطوير. I have professional doctorate in business administration، حائز على الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال. I am certified professional trainer، يعني مدرب محترف من الكندا جلوبال سنتر، حاصل على منهجية الأيماس في تصميم المناهج التدريبية والتعليمية، وحاليا بستعد لاجتياز السي بي ال بي، وتم تغييرها الآن اللي هي Certified Professional in Learning and Developing Performance، الآن تي دي يعني Talent Development CPTD اللي هي تطوير المواهب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، هي شهادة كده زي إدارة المشروعات في العملية الهندسية، ولكن دي إدارة العملية التدريبية اللي هي CPLB. وطبعا بنشكر شركة ميجا للاستشارات، الله يسعدك أخ فهد، بارك الله فيك أبو عبد الله، منورنا اليوم. حياك الله أستاذ عبد العظيم، دعواتكم لينا يعني بالتوفيق إن شاء الله. وبنشكر طبعا شركة ميجا للاستشارات وشركة جدارة الراعيين لهذه المبادرة التدريبية المجانية، يعطيكم العافية. وزي ما عرفتكم بنفسي باختصار، أيضا نريد أن نتعرف على يعني at least three،
على الأقل ثلاثة من حضراتكم، يا إما يعني تعرف صوتي أو بالتشات، فعرفونا حضراتكم. يعني ده طبعا التريني اي دي، الاسم والكارير الوظيفة والبوتنشال القدرات أو المهارات أو الإمكانات اللي عند حضرتك. موتو الشعار، أنا نسيت طبعا إن أنا أعرفكم، I have a motto، my motto is unleash your full potential، اللي هو أطلق كامل قدراتك. أنا دائما وأبدا في برامجي واستشاراتي التدريبية إن أنا أدعم متدربيني إن هم يطلقوا كامل قدراتهم، لأن مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم، وأن الإنسان يعني لديه الكثير من المهارات والمواهب والإمكانيات والقدرات، ولكن يحتاج من يقوم بدور عملية المستكشف أو الكشاف، زي الملاعب كده يا جماعة اللي في الحارات وفي الأندية المحلية، بيكون في شخص كده اسمه الكشاف بيمر كده على الحارات وعلى الدوريات اللي بالحارات والأندية المحلية حتى يكتشف الموهوبين والمبدعين وينقلوا إلى الأندية الإيه الدولية أو الأندية المشهورة. فأيضا نحن دائما وأبدا يعني لو أنا كتيم ليدر بقوم بدور الكشاف ده يا جماعة اللي هو كشاف المواهب، هيكون شيء جميل جدا جدا. فهنا نحب ان احنا نتعرف على حضراتكم، الاسم، الوظيفه، الامكانيات والقدرات، الشعار اللي انت بتتبناه في عملك. وبنسال هنا سؤال يعني are you a good leader، هل انت قائد جيد، why ولماذا، و your expectations in 5 years، توقعاتك في خلال ال5 سنوات القادمه. هذا طبعا للاسترشاد وليس للالزام. فهنا نجد اخونا الاستاذ عصام عبد الله اليوسف، محضر مختبر ومدرب معتمد. اهلا وسهلا استاذ عصام، تشرفنا بحضرتك. من يريد ان هو ايضا يعرفنا عن نفسه من خلال المايك يكون افضل وافضل وافضل. الاستاذ سامي الصاعدي، اهلا وسهلا استاذ سامي. محمد ايمن عاشور، مدير تسويق، الشعار رحله التعلم لا قمه لها، جميل جدا. الديوان العام للمحاسبه الاستاذ محمد نعم. صالح الشاكر، اهلا وسهلا استاذ صالح. شركه زين، اهلا وسهلا. الأستاذة بسم الله، في عدة أشخاص رافعين يدهم دكتور محمد، اتفضلي. بالعكس احنا نسعد بالمشاركة، بالعكس يسعدنا المشاركة دايما. اوكي أستاذ عبد الله، انميوت المايكروفون وتفضل. افتح المايك يا أستاذ عبد الله وتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا. الله يسعدك. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك يا أستاذ. حياك الله أستاذ حيك. محمد. نحن حقيقة سعداء بمشاركتك في هذه الأمسية الجيدة أو العصرية خلينا نسميها. نعم صحيح. ونريد ونستمتع بما يطرح فيها. أنا عبد الله الجرود، ماجستير إدارة أعمال سلوك تنظيمي، اهتمامي بالذكاء العاطفي، وأقود فريق عمل بفضل الله تعالى مكون من أكثر من 20 شخص في الإشراف والتطوير الأكاديمي التعليمي. ما شاء الله تبارك الله. ونحن في خضم الزوبعة كما يقال في هذه الأيام، وقد انتهينا بفضل الله تعالى يعني من التحدي الذي واجهنا في التواصل مع أكثر من تقريبا، طبعا أعمل في مدارس أضواء الهداية. أهلا وسهلا. في أضواء الهداية في مدينة الرياض حي التعاون. سعيد بك دكتور عبد الله. بفضل الله تعالى كان التحدي الذي كنا وضعناه في هذا الحدث أن نبقى على تواصل مع الطالب، وبحمد الله تعالى تجاوزنا أكبر عقبة ووصلنا إلى شريحة تقريبا 85 أو 90% من الطلاب في التقويم وفي التعليم، وكانت التغيير والمقاييس التي والأهداف التي جعلناها حقيقة آتت أكلها بفضل الله تعالى. هذا بالنسبة لي
ما أحببت أن أشارك. أشكرك جزيلا دكتور عبد الله على أنا مشاركتك كنت الجميلة، تسلم. ونترك المجال لبقية الزملاء، شكرا لك ويعطيك ألف ألف أستاذ عافية. محمد، شكرا لبدرتك، أهلا بارك الله بك، فيك، يعطيك حياكم الله. العافية. الله يبارك فيك. شكرا أستاذ عبد الله. في الأستاذ سيف، المايك مفتوح، تفضل. ضيف سعيدي، أستاذ سيف تفضل. أيوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته، ورحمة حياك الله الله ست وبركاته. سيف. أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير دكتور محمد الله يسعدك ويبارك والمنظمين فيك، واحنا الإدارية. محظوظين يعني هذا اليوم الله الثاني على يسعدك. التوالي يا حظنا يعني، احنا والله جانا أنا العيد اللي بدري. أتشرف يا دكتور، أنا اللي أتشرف بدايما جانا العيد بدري كذا أقدم يعني. لكم. حفظك الله، ربي يسعدك يا رب. الله يسعدك ويبارك. لن أطيل عليكم، معكم أخوكم سيف السعدي من سلطنة عمان. طبعا أنا موظف في وزارة التربية والتعليم، أيضا مدرب معتمد مهتم بالبحث حول المهارات الإدارية والقيادية خاصة، يعني أدرب في المهارات القيادية والإدارية، باحث دكتوراه في الصحة النفسية. أيضا يعني معي شعار وهو يلازمني دائما، وهو تجدد أو تبدد، يا خصوصا في سلام، هذا العصر. يعني إما أن تتجدد أو أن تظل كما أنت وتتبدد في النهاية. يعني أحسنت. موضوع القيادة أيضا، يعني أنا حاليا رئيس لجنة تنمية المجتمع في مشروع القرية الصحية في الولاية معنا، وهي تضم تحتها أكثر من 120 فرد تقريبا، ولله الحمد يعني أنشأنا هذا المشروع، وما زال ينمو وينمو حتى أصبح الآن على مستوى المحافظة، لله الحمد. يعني هو مشروع رائع، فأردت أن أستفيد فعلا من هذه الورشة في توظيف هذه الورشة في عملية قيادة فريق العمل عن طريق التقنيات الحديثة. وشكر جزيل للدكتور وللأخوة المنظمين على هذه المبادرة الرائعة جدا، وإن شاء الله معكم على طول بإذن الله تعالى. نسعد بيك دائما وابدا استاذ سيف، بارك الله فيك. الله يسعدك يا دكتور، الله يسعدك. بناء على طلب الجماهير يعني هنحاول نستكمل الماده حتى يكون في استفاده ان شاء الله، وطبعا احنا فخورين بكل هذه القامات وودنا ان احنا نسمع للجميع صراحه، ولكن زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله الوقت يمر سريعا، والاوقات الجميله دائما مع يعني مع العظماء امثالكم والمتميزين امثالكم ما نشعر بها، فنجد ما شاء الله عندنا يعني ما شاء الله يعني قامات، نجد ما شاء الله الأستاذة سحر مدقق مسؤولية مجتمعية تطبيق معايير ايزو، ونجد ما شاء الله يعني الأستاذ عبد الله ايضا اللي تحدث، الأستاذ احمد الهاشم رائد نشاط طلاب ل 900 طالب، نجد ايضا الأستاذ سامي العليان مستشار ومشرف تربوي ورئيس تنمية المستدامة بمركز، نائب رئيس فريق وطن للتدريب ووجهتنا الارتقاء، نسعد بكم دائما وابدا شركاء للنجاح والتفوق والتميز. صراحة الواحد فخور دكتور يزيد الزايدي، مدرب غير متفرغ، مدير في البنك الأهلي التجاري. صراحة أنا يعني أعتذر إذا لم أقرأ يعني تعريف أحد أستاذ صابر سيد عبد الجواد معلم اللغة العربية، الشعار التعلم من المحيا إلى الممات، الأستاذة خديجة معلمة وحاصلة ماجستير، ونستكمل مع حضراتكم السلايدز والتوبيك، ونسأل هنا حضراتكم سؤال، ودي أحد التولز البروفيشنال تولز اللي انا بستخدمها في التدريب، وهو الكي دبليو ال موديل. الكي دبليو ال موديل اللي هو نموذج التعلم، بنسال 3 اسئله لمتدربينا في بدايه البرنامج التدريبي. السؤال الاول، وات يو نو اباوت ذا توبيك، ماذا تعرف عن موضوع التدريب اللي هو اداره فريق العمل عن بعد، ماذا تعرف عنه؟ فاعطيني كده في الشات ماذا تعرف عن اداره فريق العمل باختصار، بعبارات ذهبية مختصرة. ماذا تعرف عنه مثلا، تعريفه، أدواته، أساسياته، مهاراته، نصائح تعطينا إياها. السؤال الثاني، What do you want to know، ماذا تريد أن تعرف حينما سجلت في هذا البرنامج التدريبي، إيه كان هدفك عايز تصل إليه تتعلمه، إيه المهارة، ماذا تريد أن تعرف، ماذا تطلب منا أن نعلمك أو أن نوصل إليك إياه. والسؤال الثالث والأخير، وده بيكون في نهاية البرنامج التدريبي، What I learned أو What you learned، ماذا تعلمت، ماذا تعلمت. فمهم جدا يا جماعة أن احنا نعرف من حضراتكم ماذا تعرف عن إدارة فريق العمل عن بعد، ماذا تريد أن تعرف، وفي الأخير نجيب على السؤال الثالث، ماذا تريد أن تعرف. السؤال الأول والسؤال الثاني، الآن نجيب على السؤال الأول والسؤال الثاني، والسؤال الثالث آخر البرنامج غدا بإذن الله عز وجل.
هنا من المتوقع الأستاذ مراد أن أتعرف على المنهجيات والتجارب الجديدة في إدارة العمل عن بعد. أيضا الأستاذ محمد أيمن بيقول الإدارة عن بعد حاجة ملحة ضرورية آنية، أريد معرفة أساسياتها وأدواتها. الأستاذة صحر، مجموعة مترابطة ومتكاملة تتفق على تحقيق هدف يحفها روح العمل الجماعي، لهم قائد منظم يتمتع بأخلاق الإنسانية. ممتاز، الإدارة عن بعد تعطي نوع من المرونة، رائع. الأستاذة عائشة، هي المسؤولية الكاملة، جميل جدا. How can I apply what I have learned؟ ماذا يمكنني أن كيف أطبق ما تعلمته؟ أتعرف كيف أدير فريقي بفاعلية ونجاح؟ نصائح ذهبية لإدارة الفريق عن بعد، تكوين فريق عمل بالتعاون والعمل كفريق واحد، أعرف أن البرنامج يعد قائد مميز في أي مجال. السؤال الثاني، كيف أكون معلم متميز ذو مهنية عالية وروح قيادية ناجحة؟ إدارة الفريق أول شيء تتطلبه الشجاعة، ما شاء الله، يعني مشاركات حضراتكم يعني جميلة وملخصة للبرنامج. يا جماعة احنا مش محتاجين كده خلاص البرنامج التدريبي، انتوا ما شاء الله ذكرتوا كل حاجة، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم. طبعا أمزح مع حضراتكم، أترك لحضراتكم أيضا يعني التمتع بقراءة هذه التعليقات والاستفادة منها وتسجيل أهم النقاط المتميزة فيها. صراحة كلها نقاط متميزة وكلها عبارات ذهبية، ولكن نريد أن نستعرض مع حضراتكم الآن ما يعني صممت أنا من محاور هذه الدورة التدريبية. فبداية لدينا 5 محاور رئيسية. المحور الأول هو لماذا العمل عن بعد؟ يعني إيه أهمية العمل عن بعد؟ هل العمل عن بعد مهم أصلا ولا ضروري، ولا مش مهم ولا ضروري، ولا حاجة ولا ملح؟ تمام؟ أيضا ما هو مفهوم العمل عن بعد؟ يعني كلمة العمل عن بعد هل مفهومها عندي نفس مفهومها عند ما شاء الله يعني جميع الحضور معي الآن 107، هل نفس المفهوم واحد ولا أكيد في مفاهيم مختلفة ومتفاوتة؟ فمهم جدا أن احنا نوحد المفاهيم. حتى مع فريق العمل حينما أتكلم عن مفهوم أو لفظة معينة، مهم جدا أن أتأكد أن هذا المفهوم واحد عند الجميع ويفهمه الجميع بنفس ما أنا أفهمه. المحور الثالث اللي هو 3Cs model، اللي هو نموذج الثلاثة C، وحنتعرف عنه الآن في السلايد القادم. والمحور الرابع والأهم هو 9 نصائح احترافية لإدارة فريق عمل عن بعد. والمحور الأخير، ماذا ينبغي أن أفعل لو في حالات كيس ستاديز، اللي هي دراسات حالة بنعرضها مع حضراتكم. مهم جدا يا جماعة أن احنا نكون عارفين إيه هي محاور برنامجنا التدريبي وعارفين إلى أين سنصل بإذن الله عز وجل. إيه رأي حضراتكم في هذه المحاور؟ هل في أي تعليق على هذه المحاور؟ هل بإذن الله نتوقع أن هذه المحاور بإذن الله تغطي ماذا نريد أن نعرف لحضراتكم ذكرتوها؟ اللي موافق يكتب رقم 1، اللي مش موافق يكتب رقم 2. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله بإذن الله. بصراحة انت شكلكم كده بتشجعوني يعني. يعني انا شايف واحد دي تشجيعا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. طيب ننطلق بسم الله. بداية خلينا نتعرف على ايضا اهداف الدورة اللي هي 3Cs model. طيب نموذج الثلاثة سي، طبعا في نموذج الثلاثة سي مشهور، ولكن احنا بنتكلم عن نموذج الثلاثة سي خاص بإدارة فريق العمل عن بعد. فأول شيء يا جماعة إحنا بنهدف إليه في عملية إدارة فريق العمل على البعد، اللي هو عملية الكوميونيكيت، التواصل، الاتصال. هل أنا متواصل فعال مع فريق العمل؟ هل كل عضو من فريق العمل يتواصل مع بعضه البعض بفاعلية وكفاءة؟ هل فريق العمل يتواصل معي أنا كتيم ليدر بفاعلية وكفاءة ولا لا؟ يبقى أول هدف إن إحنا نحقق التواصل، صح ولا لا؟ ده أول هدف يا جماعة. إذا لم يتحقق التواصل بشكل فعال بيني وبين فريق العمل وبين أعضاء فريق، تفضل. في أي إضافة؟ أي تعليق؟ حضرتك بس طبعا بمواقف الحديث لدي تعليق بسيط بس. لو تبين صوتك أكثر شوية مشكورا يكون أفضل، وعرفت بنفسك. أتمنى ماشي. حضرتك الأستاذ رمضان صلاح، مطور برامج حاسب عالي، جمهورية مصر العربية. يا أهلا وسهلا. حضرتك ذكرت في المنظومة مفهوم التعلم عن بعد وكل الأشياء الرئيسية، لكن لم تذكر يعني المتطلبات الرئيسية لتفعيل منظومة الإدارة عن بعد. إيه المتطلبات اللي لازم تكون موجودة؟ أحسنت.
اللي هي أساسيات العمل عن بعد. اللي هي من ماديات ويعني مكونات بشرية ومكونات معنوية، برامج أو هاردوير. أحسن. سوفتوير أو هاردوير. نعم. بالضبط كده يا فندم. بالضبط كده يا دكتور. أحسن. حنذكره إن شاء الله يا أستاذي. الله يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لسماعتك. شكرا لمداخلتك. بارك الله فيك. فأول هدف يا جماعة، إحنا في إدارة فريق العمل أو قيادة فريق العمل لازم تحقق عملية التواصل الفعال. ثاني هدف أو ثاني سي يا جماعة هي الكوندكت، عملية الانضباط أو الضبط أو عملية التحكم أو عملية الإدارة. والكوندكشن يا جماعة أو الضبط لابد أن يكون ضبط للإجراءات وضبط للعمليات وأيضا ضبط للنتائج. تمام؟ فهل أنا في تواصلي مع فريق العمل عن بعد هيكون في نقص في عملية الضبط هذه وعملية التحكم وعملية الكنترول ولا لا؟ وطبعا الأخيرة طبعا أنا ذكرتها هي الكنترول، والكنترول أيضا هي التحكم في الأداء. ممتاز، مهم جدا التحكم في الأداء، ومن ثم اللي هو طبعا هيؤدي للتحكم في النتائج بإذن الله عز وجل. يبقى هي دي يا جماعة 3 C's موديل اللي احنا عايزين نحققها في التواصل او في عملية ادارة فريق العمل عن بعد. فطبعا معروف ان الكوميونيكيشن هي ان يتواصل قائد فريق العمل بفاعلية مع فريقه عن بعد، الكوندكت ان يضبط ادارة اداء فريق عمله عن بعد بكفاءة وانتاجية، التحكم ان يتحكم في نتائج فريقه بما يحقق انجاز الاهداف المأمولة والمرسومة من قبل الادارة. دي يا جماعة الاهداف الرئيسية او الثري سيز موديل اللي حنتناولها بإذن الله عز وجل. طيب ايه هي محتويات الدورة لليوم الاول واليوم الثاني؟ اليوم الاول يا جماعة زي ما احنا شايفين كده عندنا ثلاث محاور او ثلاث محتويات اساسية، واليوم الثاني ايضا عندنا ثلاث محاور اساسية. في اليوم الاول day one هيكون فيه المقدمة اللي انا قدمتها لحضراتكم الان، اللي عرضنا فيها الاهداف والمحاور وعملنا فيها عملية التهيئة والمشارك للمشاركين. والمحور الثاني لماذا العمل عن بعد مهم، فهنتكلم عن أهمية العمل عن بعد وضرورة العمل عن بعد وما استجد من زيادة الحاجة للعمل عن بعد الناتجة مع جائحة كورونا طبعا. والمحور الثالث ما هو مفهوم العمل عن بعد، فهنتكلم عن تعريف العمل عن بعد وعن مبادئه وأسس زي ما ذكر الأستاذ رمضان العمل عن بعد وتاريخ العمل عن بعد ومميزات وعيوب العمل عن بعد. هذه هي محاور اليوم الأول، وهذه هي محاور اليوم الثالث بإذن الله عز وجل. نموذج 3C model، نصائح احترافية لإدارة فريق العمل عن بعد، وماذا ينبغي أن نفعل لو في شكل case studies نشوف فيها مدى تميز حضراتكم وتمكنكم من المعلومات والمهارات اللي عرضنا ليها مع حضراتكم. ننطلق بسم الله. لماذا العمل عن بعد؟ هنا السؤال الأول، لماذا العمل عن بعد؟ طبعا يا جماعة لماذا العمل عن بعد؟ يعني نسأل نفسنا هذا السؤال، هل العمل عن بعد مهم الآن ولماذا؟ والسؤال الثاني، هل العمل عن بعد ضروري الآن ولماذا؟ والسؤال الثالث اللي حنجاوب عنه، هل زادت الحاجة للعمل عن بعد الآن ولماذا؟ حنجاوب على هذه الأسئلة مع حضراتكم بإذن الله عز وجل بالتفصيل. السؤال الأول، هل العمل عن بعد مهم الآن ولماذا؟ طبعا يا جماعة في فوائد كثيرة جدا بتبين أهمية العمل عن بعد الآن، سواء للموظف أو لصاحب العمل أو للمجتمع نفسه. فزي ما احنا عارفين أن العمل عن بعد هو نظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية واجباته المنوط بها، ولكن باختلاف بسيط، بدل ما تكون في موقع أو في مقر صاحب العمل أو في الشركة، بتكون في مقر آخر أو في مكان آخر، أو ليس بمقر، ممكن في بيت العامل نفسه. تمام؟ سواء بشكل جزئي، هذا الشكل جزئي أسبوعي أو شهري أو بشكل كامل. وطبعا مهم جدا أنه يحقق العمل عن بعد فوائد متعددة للموظف وصاحب العمل والمجتمع حتى يكون فعلا عمل عن بعد مثمر وفعال. طيب إيه هي الفوائد اللي بيحصل عليها الموظف للعمل عن بعد؟ أول شيء بيتحسن تحسين العمل وزيادة الرضا الوظيفي. فنجد الموظف هو جالس في بيته يعني بيحسن من مهاراته وبيحسن من عمله وبيزداد رضاه الوظيفي أكثر، لأن كثير من الاسترس أو من الضغط النفسي والعصبي والبدني عمل يعني اتخفف من على كاهله. فبدل ما كان مثلا بيطلع من بيته في زحمة المرور والسيارات وعوادم السيارات والتلوث السمعي والبصري والضوئي، وده بيؤدي إلى طبعا أنه يصل إلى مكان العمل مرهق ومنهك ويكون مشغول باله بأنه يرجع أبنائه من المدرسة ويجيب أبنائه من المدرسة. فكل هذا الضغط يا جماعة خف من على الموظف، وبالتالي تحسن عمل وزادت إنتاجية الموظف.
ايضا تحسين التوازن بين العمل والحياه، فاصبح ما شاء الله عنده وقت الان يمارس حياته في العمل ويمارس حياته الشخصيه. نجد احد رؤساء الشركات العالميه اجتمع مع منسوبيه ومع مسؤولينه، فقال لهم يا جماعه انتبهوا، انتوا حياتكم دي يعني بتدور بين كرتين، الكره الاولى زجاجيه اذا سقطت منك انكسرت ولن تعود كما كانت وهي حياتك الشخصيه، والكره الثانيه مطاطيه اذا سقطت منك ردت في وجهك اللي هي العمل. فمهم جدا يا جماعه ان احنا يكون عندنا البالانس بين حياه العمل وحياتي الشخصيه. رقم ثلاثة ايضا هي زياده في وقت الراحه عند الموظف، فهنا نجد عند الوقت الراحه اصبح اكبر عند الموظف، وبالتالي اصبح عنده مجال انه يرفه عن نفسه وانه يتواصل مع اهله مع ابنائه وبناته اكثر. ايضا توفير المال الذي سيصرف على المواصلات ورعايه الاطفال خاصه مع السيدات. طيب ايه الميزات اللي بيحصل عليها صاحب العمل؟ منها زياده الانتاجيه وتوفير المال، تقليل حالات الغياب غير المجدوله، يعني كثير طبعا من الموظفين كان بيغيب فبشكل طارئ وبشكل غير مجدول، فهنا حتقل هذه الحالات. ايضا زياده رضا الموظفين، طبعا انا متابع الشات مع حضراتكم مهم جدا، انتم بتقولوا كلام رائع جدا ومهم جدا واجابات رائعه فعلا يعني، والراحه النفسيه جميل جدا للموظف. طبعا زياده رضا الموظفين اللي هو طبعا الرضا الوظيفي ده مطلب الان كبير جدا جدا، اللي هو طبعا كلما زاد الرضا كلما زادت انتاجيه الموظف في بيئه العمل. توسيع مجموعه المواهب، يعني فنجد هنا ان مجموعه المواهب من الموظفين ليس فقط اللي هم في مقر الشركه، ولكن الالي روافد ومواهب في كل انحاء العالم يتعاملوا او يعملوا معي عن بعد، فانا يعني استفيد من هذه الميزه، فقد يكون انا مقر الشركه في السعوديه في الرياض ولي موظفين في امريكا في مصر في الصين في الهند في اي مكان في العالم، بستقطب افضل المواهب ووظفهم معي بهذه الآلية. أيضا ضمان استمرارية العمليات بشكل فعال، لكن أصبح العمل طول الوقت وليس له وقت محدد، الأستاذة مها بتقول كده. طيب صح كلام حضرتك صح، وده هنتكلم عنه وهنتكلم الآن عن ميزات وعيوب العمل عن بعد. تمام، طيب إيه هي الميزات اللي بنحصل عليها كمجتمع من العمل عن بعد؟ فنجد هنا توفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل كليا وجزئيا. فعلا فعلا يعني العمل عن بعد أتاح كثير من فرص العمل للعاطلين عن العمل بشكل كلي أو جزئي. فنجد مثلا يعني الناس اللي كانت بتعمل في الاي تي تكنولوجي وفي الاي تي سبورت وفي الديجيتال ماركتينج أصبح عليهم رواج وطلب كبير جدا 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 بعد ما كان سوقهم ممكن يعني مش مطلوب قوي، فأصبح في زيادة طلب. رقم اثنين تعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية، فهنا نجد طبعا الصحة النفسية والصحة الاجتماعية والصحة الأسرية تحسنت للمجتمع، نجد الآباء والأمهات أصبحوا يعني متواصلين مع أبنائهم وبناتهم طول الوقت، مما طبعا خلاهم يعملوا على تطوير أبنائهم وبناتهم، وهذا في الأخير بيصب في مصلحة المجتمع والتقارب الأسري. أحسنتم. وتقليل التلوث طبعا جميل جدا، وقلة الازدحام والمرونة ومشاركة روح الفريق، كل هذه ميزات فعلا حصلها المجتمع. رقم ثلاثة زيادة خيارات العمل لأصحاب الهمم، خاصة أصحاب الهمم اللي الحركة ممكن تكون عائق بالنسبة ليهم، أصبحت فرصة العمل عن بعد فرصة مميزة جدا جدا لأصحاب الهمم، ورفع مهاراتهم وخبراتهم وأنهم فعلا يأخذوا دورهم الحقيقي في المجتمع الذي يستحقوه، وأصبحوا فعلا فاعلين ومنتجين وليس العكس. وقلة المصاريف طبعا يعني خاصة قلة المصاريف في كل مناحي الحياة. رقم أربعة تحسين المستقبل الاقتصادي في المناطق البعيدة، فنجد المناطق البعيدة اللي كان فرصة التوظيف عندهم قليلة، ما في فرص وظيفية في هذه المناطق البعيدة، أصبح الآن العمل لا يتطلب الحضور لمكان العمل، فسواء أنت في هجرة أو في قرية صغيرة أو في محافظة مترامية الأطراف على الحدود، فأنت الآن تستطيع أن تتوظف في أكبر الشركات في العاصمة أو في أي دولة في العالم. جميل جدا، هذه هي الميزات والفوائد التي يحصلها الموظف وصاحب العمل والمجتمع من العمل عن بعد. تتفقون معي يا جماعة؟ نستكمل في أي إضافات أي تعليق اللي متفق معي ونستكمل، حاب نستكمل واحد يعطونا رقم واحد، عززونا بالرقم واحد.
بارك الله فيكم. الأغلب وضع رقم واحد الدكتور، بس في سؤال من الأخ وليد إذا سمحت. تفضل يا سيدي. الأخ وليد يسأل إيش الفرق بين الضبط والتحكم؟ ممتاز جدا، الضبط والتحكم جميل جدا. الضبط يعني نقدر نقول عليه متعلق بالإجراءات، ضبط الإجراءات، والتحكم نقدر نقول متعلق بالنتائج، والله أعلم. أي سؤال أو استفسار آخر يا جماعة؟ بارك الله فيك، يبدو بس هذا السؤال أنا نستكمل إن شاء الله. طيب خلونا نتكلم الآن يا جماعة، هل العمل عن بعد ضرورة الآن ولا لا؟ ولماذا؟ طبعا يا جماعة العمل عن بعد الآن أصبح ضرورة ملحة، خاصة حينما صدر في كثير من الدول العربية وبل كل دول العالم كثير من التعليق الدوام بمقرات العمل سواء الحكومي أو الخاص، مثل هذا التعميم الذي ورد من وزارة الموارد البشرية، تنمية الموارد البشرية، فنجد هنا تعليق الدوام بمقرات العمل واستكمال الإجراءات الوقاية الموصى بها والتعميم الظاهر أمام حضراتكم، الخطوات والإجراءات الوقائية من إغلاق الأسواق وإغلاق المجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وغيرها، واقتصار الخدمات فقط على الأطعمة والمشروبات والطلبات الخارجية للمطاعم وإيقاف جميع أنشطة المزادات وغيرها، وإلزام والسد بتطبيق الحجر المنزلي ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة والمنتزهات، ويستثنى من ذلك القطاع العسكري، الأمني، الأمن الإلكتروني، التعليم والصحة. نجد يعني تعطل شبه كامل لأنشطة الحياة التجارية المتنوعة والمختلفة في كل دول العالم تقريبا، فأصبح الآن العمل عن بعد ضرورة. يعني اللي كان متعنت ومتزمت وضد العمل عن بعد ويقول بلا عمل عن بعد، بلا خرابيط، بلا كلام فاضي، إيش الشغلات اللي مالها داعي ديت، لا الآن أصبح ضرورة وملحة. وزما كما ذكر يعني أحد الفضلاء، من لم يتجدد يتبدد ومن لم يتقدم يتقادم. فمهم جدا يا جماعة إن إحنا يكون عندنا يعني adaptation skills اللي هي مهارات التكيف مع المتغيرات. يعني أولا لابد إن إحنا نستشعر التغيير قبل ما يحدث، وعندما يحدث التغيير نتكيف مع هذا التغيير ونطور أنفسنا ونساير الركب حتى نكون ممن يقود يعني قافلة التغيير. نعم. هنا ذكر التحكم خلال جميع العمليات التشغيلية لضمان سير العمل حسب الخطة. هذا رأيي الشخصي. ممتاز أستاذة صحر، يعطيك العافية. صارت الخدمات والأنشطة كلها فعلا، والدولة الآن يعني أصلا كان خطة أو خطة التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية إن بحلول عام 2020، وسبحان الله وحصل فعلا يعني، وجائحة كورونا أكدت هذا، اللي أتمتت جميع العمليات الحكومية، كل القطاع الحكومي يكون إلكتروني، وهذا بالفعل تم. وفعلا العالم قبل كورونا ليس بعد كورونا تماما يعني. ممتاز جدا. السؤال الثالث عن أهمية كورونا، عفوا عن أهمية العمل عن بعد، هل زادت الحاجة للعمل عن بعد الآن ولماذا؟ فعلا يا جماعة زادت الحاجة للعمل عن بعد، خاصة بعد جائحة كورونا، فنجد أن العمل عن بعد الآن تخطى حدود الجغرافيا وساعد على جذب أكبر قدر من أصباح المهارات لشركتك أو لمؤسستك. فأنت الآن يعني نجد ما شاء الله يعني حتى في عملية التدريب نجد يعني كثير من مواقع التدريب العالمية والمحلية اللي كانت بفلوس الآن فتحت مجال التدريب مجاني، والمستقبل التعلم عن بعد فعلا، وتغيرت الأوضاع بشكل مواكب. أحسنتي أخت زينب. أيضا الاعتماد على التقنية في التواصل والإنتاج مما يعزز الإنتاجية بشكل عام. فجماعة مهم جدا يعني إن إحنا نزود أنفسنا كفريق عمل وقائد فريق عمل بهذه التقنية وهذه الأدوات اللي تعزز الإنتاجية بشكل كبير. فلو في مثلا أحد البلاتفورمز أو المنصات أو زي مثلا الزوم اللي هي بتسمح الآن بتبادل الحوار اللي هي خاصة بالاجتماعات والويبينارز، إذا وجدنا هذه المنصة ووجدنا هذه المنصة إلى حد ما محتاجة أن احنا ندفع عليها حتى نتمكن من استخدامها وفعاليتها، فمهم جدا أن احنا نصرف على التقنية وأن احنا نوفر الأدوات الاحترافية التي تدعم إنتاجية الفريق. أيضا العمل عن بعد يا جماعة أصبح حاجة لأنه هو بيعتبر تغطية مستمرة لساعات العمل على مدار اليوم مما يدعم عملك أكثر وأكثر.
وطبعا هنتكلم عن سلبية ذلك. أصبح أيضا العمل عن بعد فرصة عالية جدا للتشبيك والاستثمار، يعني expanding your relationship، وطبعا أن أنت تنشر البرودكتس أو السيرفيسز، المنتجات أو الخدمات اللي أنت بتقدمها، وأن أنت تعمل علاقات. يعني فنجد الآن العمل عن بعد فتح مجال للفرانشايز، فتح مجال للاعتمادات، فتح مجال لاستقطاب الخبرات، فهذا كله بسبب آلية العمل عن بعد اللي أصبح الجميع يثق فيها ويعتمد عليها. غير أول، يعني لو كنت تكلم أحد مثلا عن دورة عن بعد يقول لك بلا خرابيط بلا كلام فاضي، إيش التدريب عن بعد؟ ما في أحسن إن المدرب يجلس أمام المتدرب ويعلم ويشرب ويسئل علم. إنما الآن أصبح فيه ثقة في العمل عن بعد وأدوات وتقنيات العمل عن بعد، وأصبحنا كمتدربين أو ككلاينتس كعملاء عندنا المهارة للتعامل مع أدوات العمل عن بعد ولا نخشاها ولا نتوتر منها. وأصبحنا أيضا كممارسين للعمل عن بعد سواء قيادات فرق عمل أو مدربين أو غيره، أصبح عندنا الكفاءة والفعالية نحن نوظف هذه الفيتشرز وهذه التولز بفعالية حتى نفيد بها من يتواصل معنا عن بعد. أيضا تحكم أكبر في أوقات العمل والراحة لكافة العاملين، وفعلا هو بيوفر الوقت زي ما ذكرنا، وأكثر ببساطة وأقل تكلفة. وهنا سؤال بيطرحه الأخت زينب، هل تتوقعون استمرار العمل عن بعد حتى بعد تجاوز الجائحة؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ أتوقع طبعا، أنا أتوقع بقوة، يعني على الأقل يعني نقدر نقول إن لم يكن يعني نسبة كبيرة من الأعمال هتعتمد على العمل عن بعد، فأقل تقدير يعني 80% يعني إلى 75% من الأعمال سوف تكون عن بعد. هذا يعني استشرافي للمستقبل والله أعلم. هل كده يا جماعة أجبنا على السؤال الأول، لماذا العمل عن بعد؟ هل في أي إضافة من حضرتكم؟ هل في أي استفسار حتى ما ننتقل إلى الإجابة على السؤال الثاني والأخير اللي هو ما هو العمل عن بعد أو ما هو مفهوم العمل عن بعد؟ فعلا الوعي كبر عند المتدربين وعند الناس. انا عندي بناتي يعني في ابتدائي كانوا بياخدوا كورس على الارت على الفنيه عن بعد ليهم شهر كامل ما شاء الله، وكان المدربه من كندا طبعا مقيمه في كندا. ها يا جماعه، اي سؤال اي استفسار قبل ان ننطلق للاجابه على السؤال الثاني وهو ما هو مفهوم العمل عن بعد؟ هنا سؤال، ما هو مدى قوة العمل عن بعد في الإنتاج الصناعي؟ سؤال قوي سؤال قوي قوة ها يا جماعة، هنا سؤال من الأخ محمد، ما هو مدى قوة العمل عن بعد في الإنتاج الصناعي؟ هل العمل عن بعد في الإنتاج الصناعي هيكون له دور كبير؟ طبعا خطوط الإنتاج أتوقع يعني لا يعني صعب إن إحنا يعني يكون فيها العمل عن بعد، لابد أن يكون أون سايت لا شك، ولكن الأوتوميشن هتدخل بشكل كبير فهتوفر كثير من الموظفين طبعا. يعني خطوط الإنتاج هيكون فيه أتمتة واستخدام الارتفيشل انتليجنس بشكل كبير اللي هو الذكاء الاصطناعي، ولكن يعني البوزيشنز الثانية في المجال الصناعي ممكن تكون معظمها عمل عن بعد، وحسب المنتج طبعا it depends on the service or the product، على حسب المنتج. نعم جميل جدا. أيضا أي سؤال آخر، أنا حضرت حفل تخرج أونلاين ثانوية عامة لمدرسة أمريكية ولم يوقفهم أي طارئ أو أزمة. جميل جدا جميل. نسبة الأتمتة ستزيد بشكل كبير لا سيما أن الحلول موجودة بالفعل وفي تطوير لها كمان، مش موجودة بس وجاري تطويرها والصرف عليها ودعمها من قبل دول العالم كلها. يعني لذلك الآن بيتم دراسة يعني اللي هو كيف يتعامل الإنسان مع الآلة، كيف يكون تيم وورك واحد، فريق عمل واحد. فإحنا هندرس بعد أو هنتكلم بعد كده عن إدارة فريق العمل عن بعد، لا عن إدارة فريق العمل مع الأوتوميشن ومع الهيومن بينج فالله مستعان في تغيرات وتطورات سريعة ومضطردة. طيب خلينا ننطلق إلى الإجابة السؤال الثالث والسؤال الثاني والأخير لهذا اليوم، ما هو مفهوم العمل عن بعد؟ طبعا مهم جدا ان احنا نوحد المفاهيم مع فريق العمل يا جماعه. لما اقول لفظه او كلمه او مهاره او تاسك او مهمه معينه لفريق العمل او مشروع معين، مهم جدا ان احنا نبين لفريق العمل مفهومي
ونتفق جميعا على هذا المفهوم على هذا المعنى. فما هو مفهوم العمل عن بعد؟ هنا هذا السؤال الذي سنجيب عليه الآن من خلال تعريف العمل عن بعد من الناحية المهنية، وأيضا تعريف العمل عن بعد اقتصاديا، وتعريف العمل عن بعد سيكولوجيا. وحنتكلم عن مبادئ وأسس وأنواع العمل عن بعد، مبادئ العمل عن بعد وأسس العمل عن بعد وأنواع العمل عن بعد. وحنتكلم أيضا عن تاريخ العمل عن بعد، سواء قبل توفر التقنية أو مع توفر التقنية وبعد أو مع جائحة كورونا، ومميزات وعيوب العمل عن بعد. بسم الله، ننطلق إلى إجابة السؤال الثاني الأساسي. تعريف العمل عن بعد هو طبعا معروف بالعمل في المنزل أو العمل عبر الإنترنت، صح ولا لا يا جماعة؟ لذلك إحنا لو حنعرف العمل عن بعد باختصار، هو بيكون فيه الموظف غير مضطر للتنقل لمركز العمل كمباني المكتبية أو المتاجر أو مقرات الشركات، غير مضطر لهذا الشيء. أيضا بيعمل الموظف فيه بدون عقود طويلة الأمد لجهة معينة أو لشركة معينة. أيضا ربط شخصين في قطبي الكرة الأرضية دون التقيد بالزمان والمكان، يعني بنجد ارتباط بين شخصين على بعد المسافات وعلى اختلاف يعني الجنسيات وعلى اختلاف اللغات وعلى اختلافات كثيرة جدا، ولكن بيربطهم العمل عن بعد دون التقيد بالزمان والمكان، فنجد حتى يعني الوقت خلال اليوم الـ 24 ساعة مختلف. أيضا هو تم العمل عن بعد أيضا من ضمن التجديدات والتطورات إن تم تنظيمه بشكل عقود توظيف كاملة في كثير من دول العالم. هذه هي يعتبر أيضا الإنترنت اليوم أحد أكبر أسواق العمل عن بعد. هذا هو تعريف العمل عن بعد باختصار. أتمنى أن نكون وحدنا المفاهيم مع حضراتكم، وأنا برأيي يحافظ على ترابط الأسرة، هو وسيلة للعمل باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بحيث يتم أداء العمل بعيدا عن المقر الرئيسي كالعمل في المنزل. جميل جدا، رائع جدا إضافات حضراتكم وإجابتكم، شكرا لإثرائكم ولمشاركتكم. طيب ممتاز، نتكلم الآن عن تعريف العمل عن بعد اقتصاديا من الناحية الاقتصادية. فهو طبعا لي ألفاظ كثيرة كمسميات، فمن ضمن المسميات تيلي كوميوتينج أو إي كوميوتينج أو إي وورك أو تيلي وورك أو فريلانسينج أو ووركينج فروم هوم، كل دي مسميات العمل عن بعد، العمل من بيت، العمل الحر، العمل المرن، كل دي مسميات للعمل عن بعد. ولكن لا شك أن العمل عن بعد لي أهمية في التنمية الاقتصادية، وأيضا لي دعم كبير جدا لعمل المرأة. فخلونا نتكلم عن أهمية العمل عن بعد في التنمية الاقتصادية، منها طبعا توفير وترشيد واستخدام الموارد المادية. يعني الموارد المادية، نجد الآن يا جماعة الأرض تتنفس، الأرض بتعمل عملية ريفريشمنت، نسمع عن كثير من الشواطئ اللي كانت يعني ملوثة ومليئة بالعوادم والملوثات وغيرها والنفايات، الآن أصبحت كلير صافية ويظهر منها الشعب المرجانية والحياة السمكية بشكل واضح رأي العين. نجد ما شاء الله كثير من الحيوانات اللي كانت أوشكت على الإنقراض ما شاء الله انتشرت. نجد النباتات وغيرها من نجد ثقب الأوزون يا جماعة اللي كان التأم الجلوبال وورمينج أو الاحتباس الحراري خلاص. فنجد توفير وترشيد استخدام الموارد المادية اللي بتعيش عليها الأرض، فنجد هذه الموارد الآن بفضل الله عز وجل أصبح عملية يعني عملية ريفريشمنت لها، إعادة انتعاش لها. وأيضا كذلك المتاحة مثل المكاتب والمباني بالإضافة للأجهزة والأدوات ومواجهة أيضا تنمية الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار ومواجهة البطالة، أيضا تحسين وتعظيم إنتاجية وجودة العمل من حيث الانتظام في الحضور والخروج. فنجد الآن موضوع الحضور والخروج ومتابعة الحضور والخروج، يعني كان الأول لها موظفين ولها إدارة ولها ضبط ولها سجلات ولها ملفات ولها فايلز، فأصبح ولها سيستم ولها برامج ولها أجهزة بصمة، فكل هذا تم توفيره، كل ده تم توفيره يا جماعة. أيضا تعزيز الشعور بالانتماء، يعني أصبح ينمو جدا في ظل العمل عن بعد. جميل جدا، نأتي أيضا لعملية العمل عن بعد وأهميته للمرأة. فنجد مواجهة بطالة المرأة من خلال سد احتياجاتها المادية والمعنوية، إدارة الوقت بفاعلية بالنسبة للمرأة، فاللي عندها مثلا كانت بتاخد أجازة للوضع أو للحملة أو كده غير مضطرة لهذه الإجازة الآن. التوفير المالي بحيث لا تحتاج المرأة لشراء الملابس وأدوات الزينة،
بالإضافة أيضا لتكلفة المواصلات، الراحة النفسية والبدنية، تضييق دائرة التحرش، المساهمة في عملية التطوير الذاتي، كل هذه ميزات اقتصادية وميزات يعني حصلت عليها المرأة العاملة في ظل فترة أو جائحة كورونا أو تعزيز العمل عن بعد. رائع جدا. أي إضافات يا جماعة؟ ممتاز جدا، جميل. فعلا تقليل من الاختلاط وبالتالي التحرش يعني. طبعا يا جماعة التحرش أو التنمر ممكن لفظي، ممكن يعني عنصرية وغيرها من الأشياء اللي بتؤدي إلى تفتت فريق العمل أو تشرذم فريق العمل أو عدم توحد فريق العمل. الله يعطيكم العافية، جميل جدا. طيب نأتي إلى تعريف أو تاريخ العمل عن بعد. تاريخ العمل عن بعد، طبعا يا جماعة لما نتكلم عن تاريخ العمل عن بعد فأنتم متوقعين أن احنا نتكلم عن خط زمني، فخلونا نتكلم عن تاريخ العمل عن بعد بشكل مغاير ومختلف، وهو مشاهدة هذا الفيديو. الفيديو ده يا جماعة يعني أنا بعتبره من الفيديوهات اللي بتستشرف المستقبل، هو ممكن نستشعر أنه هو صادم شوية ولكن هو فيه كثير من الواقعية، فيعني هناخد الفيديو ده وحنسمعه ونسمع لرأيكم وتعليقكم على هذا الفيديو وما يمكن أن يستفاد من هذا المقطع بعد مشاهدته إن شاء الله جميعا. بسم الله. تخيل كده صاحب شركة هو قاعد في البيت وموظفينه قاعدين في البيت والشغل ماشي، مشكورين إذا كان الصوت الفيديو واضح من الجميع نكتب رقم واحد، الصوت والصورة واضحة من الجميع نكتب رقم واحد. أنا وقفت الفيديو الآن طبعا، ممتاز. يبقى نستكمل الفيديو أو نبدأ من البداية. يعطيكم العافية، أنا حبيت أتأكد بس أنكم متابعين الفيديو بشكل كويس. تخيل كده صاحب شركة هو قاعد في البيت وموظفينه قاعدين في البيت والشغل ماشي والاجتماعات ماشية، بعد ما يخلص يومه واجتماعاته هيقعد كده ويولع السيجارة ويفكر، قال له طب ما الحياة بسيطة اهي والشغل ماشي، ايه بقى لازمة الإيجارات والفلوس والتكاليف؟ ما نوفر الكلام ده ونفضل نشتغل من البيت حتى بعد ما تخلص أزمة كورونا، صح؟ وبعيدا بقى عن مشهد السيجارة، تفكير صاحبنا منطقي ودي واحدة من أبرز النظريات عن الحياة بعد كورونا. طبيعة العمل والعمل من المنزل هيكون ده الشيء الطبيعي بعد الأزمة. في انترفيو مع Global Workplace Analytics رئيسة الشركة قالت لسي ان بي سي ان أساسا قبل أزمة كورونا كان معدل نمو فكرة العمل من المنزل 10% في العشر سنين اللي فات، بس بعد الأزمة التوقعات ان هيكون في تسارع كبير في النمو ده. يعني صاحبنا طلع عنده حق وده منطقي، ما هو تفكير وين وين، انا هوفر فلوس الإيجارات والقهوة والسجاير اللي في البوفيه والموظف هيشتغل على مزاجه وبالبيجامة، وطبعا دي نهاية سعيدة، صح؟ مش قوي. تعالوا احكي لكم قصة لطيفة وحقيقية. سنة 1979 لما كانت شركة IBM هي IBM عملاقة التكنولوجيا في العالم. طبعا يا جماعة البداية دي تعتبر الى حد ما صادمة شوية. الان هيستعرض معانا الان تاريخ العمل عن بعد من السبعينات القرن الماضي اللي بدأت به شركة IBM الامريكية. خلينا نسمع كده ونشوف تاريخ العمل عن بعد. حبت تخفف الضغط على المين فريم فطلعت فكرة العمل من المنزل، بس قالوا هنجربها ازاي دي سنة 79، فقالوا نجرب مع خمس موظفين، وفعلا خدوا خمس موظفين قعدوهم في البيت وزبطوا لهم الحياة تقنيا ومش الموضوع. سنة 83 بعدها باربع سنين بس كان في 2000 موظف لاي بي ام بيشتغلوا من البيت. سنة 2009 اي بي ام كان عندها 386 الف موظف في 170 دولة، 40% من موظفينها كانوا بيشتغلوا من البيت، ولا عندهم مقر ولا بيروحوا الشركة ولا عارفين سكتها فين اصلا. وساعتها الشركة اتشهرت بالقصة دي، العمل من المنزل، وكانوا بينظروا للفكرة، نشروا ابحاث واوراق علمية العمل خارج الصندوق. بس ده يخليك تفكر، قال له سنة 2009 يعني كان في أبل وكان في فيسبوك وكان في أمازون وفي شركات تكنولوجيا عندها قدرات أكبر من آي بي إم، ليه ما فيش حد اتشهر بفكرة العمل من المنزل أو كان بيسوق لفكرة العمل من المنزل؟ أكيد في حد منهم غلطان، صح؟
يا ترى مين؟ مش هسيبك تخمن. سنة 2017 شركة اي بي ام لغت البرنامج ورجعت كل موظفينها على المكاتب تاني، خلاص ما بقاش في عمل من المنزل، ممنوع. وعملت كده في الوقت اللي كانت مبيعاتها بتتراجع للربع العشرين على التوالي، يعني كانت في أمس الحاجة للتوفير. قبلها بأربع سنين سنة 2013 شركة تانية عملاقة لغت برنامج العمل من المنزل ورجعت كل الموظفين على مقر الشركة من جديد. ياهو والقصة عملت جدل كبير في الوقت ده لو انت كنت فاكر عنوين الاخبار، ولو مش فاكر ابحث على جوجل. اللي حصل ان هم اكتشفوا ان القعاد في المكتب والكلام الجانبي وشرب القهوه في البريك بيزود ابداع المؤسسه. عارف انت لما تكون بتتكلم مع زمايلك والكلام بيجيب بعض وفجاه واحد يطلع بفكره تغير مستقبل الشركه، اهو الكلام ده مش موجود في العمل من المنزل. تخيل بس، لحظه، صح الكلام ده قد يكون بينطبق على شركات التكنولوجيا، الشركات اللي بتغير مصير البشرية 3 مرات في الشهر، لكن الشركات اللي بتكون سنتر بسيط ولا خدمة عملاء بسيطة مش محتاجين يعني النقاشات العميقة اللي هتقود لأفكار ثورية. صح، في دراسة اتعملت في الصين وأثبتت أن العمل من المنزل بيزود إنتاجية موظفي الكول سنتر 13%، وطلع أن في الإطار ده النقاش الجانبي مع زمايلك هو مضيعة وقت وتشتيت، يعني العكس تماما. ودي مشكلة كل الأبحاث اللي بتتعمل على فكرة العمل من المنزل، مفيش روشتة واحدة تمشي على الكل. في وظائف أحسن تتعمل من البيت، وفي وظائف أحسن من المكتب، وفي وظائف مفيش فيها اختيار، لازم تروح المستشفى ولازم تروح سلاحك في الجيش، مفيش اختيارات. بس هو يعني كل حاجة عن الإنتاجية؟ طب وحالتنا النفسية ايه وضعها في المعادلة دي؟ دراسة اثبتت ان العمل من المنزل والوحدة والعزلة المصاحبة للعمل من المنزل ممكن تدمرك نفسيا. ادخلوا انتوا اقرأوا الدراسة براحتكم، بس انا واثق ان الكام اسبوع اللي قعدناهم في البيت اثبتوا الكلام ده بدون اي ابحاث علمية، اللي هو اسأل مجرب. يعني في موقع لطيف اسمه وي وورك ريموتلي، نحن نعمل عن بعد، نشر مقالة ملخصها ازاي ما تتهبلش وانت بتشتغل من البيت، وكانت دي بداية المقالة: It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. تخيل، المفروض دي مقدمة الحلول. It's okay not to be okay. بس هي عامة مقالة لطيفة هتفيدكم في الأيام اللي احنا عايشين فيها. بس برضو معلش يعني ده بيزنس مش عمل خيري، يعني إنتاجية وربحية مش سعادة وإيجابية. فالشركات حقها إنها تفكر في مصلحتها وربحيتها وتوفر. صح، حقهم. مش بس كده، في وجهة نظر تانية قد تكون أخلاقية كمان. القعاد في البيت أثبت حجم التلوث اللي احنا بنعمله، فممكن الحكومات تجبر الشركات إن عدد معين من الموظفين يشتغل من البيت، يعني ممكن تجيلنا من فوق كمان. وبرضو صح، حقهم. بس يا ريت قبل ما يعمموا موضوع العمل من المنزل بعد أزمة كورونا يتأكدوا إن الدكاترة النفسيين جزء من التأمين الصحي، الدكاترة النفسيين وخبراء الدايت. يا جماعة it's okay not to be okay. ايه تعليقكم؟ do you agree or disagree and why؟ مهم جدا ان يكون فيه في التأمين الصحي included الـ diet doctors والسايكولوجيست. ايه رأي حضراتكم في الكلام ده؟ لخبطنا طبعا. الفيديو ده محتاجين نعيده مرة واثنين وثلاثة ونحلله فعلا، لأنه هو عمل عملية يعني فعلا نسف لكتير من المعتقدات اللي كنا فاكرينها عن العمل عن بعد، إن هو فعلا يعني الحل السحري لكل الأعمال. لا، it depends on your career أو it depends on your service or your product. وطبعا مهم جدا ان احنا نراعي العامل النفسي والعامل الصحي، واهمهم بقى يا جماعه اللي هيؤدي للانتاجيه اللي يعني بتصبو اليها كل المؤسسات، اللي هو عمليه الابداع، الكرياتيفيتي والانوفيشن. الابداع ده يا جماعه مش هيجي من ان انا اكون بنربع حيطان بكلم نفسي 24 ساعه وبس، يعني في جلسات الكوفي بريك واللانش بريك لو احنا بنتكلم عن بروبلم بتواجهنا يعني وبندردش فيها خارج بيئة العمل، بنجد فعلا الحلول الإبداعية تأتي من خلال هذه المواقف الحياتية. طبعا مهم جدا يا جماعة، خاصة لمن هو يعمل في المملكة العربية السعودية، ان احنا نطلع على مبادئ وأسس وأنواع العمل عن بعد من خلال هذا الملف الجميل جدا اللي هو المعايير والتطبيقات المثلى للعمل عن بعد. يعني لو كتبتوا حضراتكم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بالمملكة العربية السعودية هنجد هذا الدليل. وأنا ممكن أن أنا أعمل شير لحضراتكم سريعا نوريكم بعض الصفحات في هذا الملف الجميل اللي ممكن فعلا يعني نستفيد منه جميعا. هذا هو الملف، ملف جدا مميز. خلينا نصغر الحجم شوية. هو ملف يا جماعة من وزارة الموارد البشرية، بيتكلم طبعا عن المعايير والتطبيقات المثنى للعمل عن بعد، فبيتكلم عن أنواع العمل عن بعد، الإطار التشريعي للعمل عن بعد، أهمية وفوائد العمل عن بعد، ضوابط وقواعد رئيسية للعمل عن بعد، الترتيبات الضرورية للعمل عن بعد، المهام والمسؤوليات، توصيات للحفاظ على النجاح خلال العمل عن بعد، الأمن السيبراني، ودي جزئية مهمة جدا جدا يا جماعة لمن يعملون عن بعد وتكنولوجيا المعلومات. فهذا الملف أنصح به الجميع، وهو موجود على يعني على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجاني، يستطيع الجميع أن هو يحمله ويستفيد منه. ملف جميل واحترافي وعلى أعلى مستوى زي ما حضراتكم شايفين، ومفيد جدا 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 للجميع. ممتاز. طيب يعني نأتي الآن إلى مسك الختام مع حضراتكم، وهو كاهوت كويز. ما أدري أنتوا استخدمتوا قبل كده كاهوت كويز ولا لا، وهيكون سهل على حضراتكم أن احنا نستخدمه مع بعض. خلينا نجرب وخلينا نشوف. بسم الله. المطلوب من حضراتكم الآن اللي جالس وبيتابعني من خلال اللابتوب هيكون وضعه جميل جدا وسهل جدا. هيفتح الموبايل بتاعه، يكتب على جوجل play كاهوت، وآدي طبعا كلمة كاهوت هي، بس يكتب قبلها كلمة play كاهوت اللي هي يلعب. تمام، يكتب play كاهوت، هيطلب منه enter game pin اللي هو هيظهر أمامنا الآن. هيطلب منك انك تدخل رقم وبعد كده تدخل اسمك. هذا الرقم اوكي. ممتاز، بدأت الناس تدخل. ما شاء الله تبارك الله، دخل الرقم وبعدين دخل اسمك، رائع جدا. أحييكم على السرعة دي، ما شاء الله شكلكم استخدمتوا الكاهوت قبل كده. ما شاء الله احنا معنا 110، يعني هيدخل 110 واحد. طيب إذا دخل 50 حنبدأ. الرابط موجود على الشات أيضا يا دكتور. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. الرابط موجود على الشات لمن أردت. خلينا بقى نصور الحدث التنافسي ده. بلاي كاهوت، والآن عندنا 20 players منتظرين لسه بقية ال 120 أو ال 110، بس 20 اللي عرفوا يدخلوا والبقية محتاجين دعم تقني. نكتب على جوجل يا جماعة بلاي كاهوت، هيطلب منك جيم بين، هتدخل الرقم اللي هو 6517. ممتاز، بدأ الناس يدخلوا، وبعد كده تكتب اسمك بالعربي أو بالإنجليزي أوكي، علشان نشوف بقى إن شاء الله الناس كده يعني استوعبت ما ذكرناه في الدورة ولا لأ. جميل، 30 ما شاء الله، 31 33 ما شاء الله. أستاذ إلياس، ممكن يكون في جائزة للفائز في المسابقة؟ دورة مجانية مدفوعة مثلا؟ سهلون الليلة. سهلون، ممتاز، في الليلة دورة مدفوعة بتدخلوا فيها ما شاء الله. للفائز الأول فقط ولا الأول والثاني والثالث يا أستاذ إلياس؟ للجميع، حتى للجميع. يبقى هي مجانية يا أستاذ إلياس، قول كده بقى. مجانية. ممتاز، يستاهلون، بس إحنا عايزين حاجة مدفوعة الثلاثة الأوائل يدخلوها مجانية إذا ممكن يعني. بس
الحاجة المدفوعة. تمام، احنا نوافي الشباب كلهم ان شاء الله حتى بعد هذه الدورة على ال... وانا طبعا بسجل اسماء الاوائل وارسل لكم اياها. مهم جدا يا جماعة ان ندخل باسمنا، واللي دخل باسم نيك نيم او كده اكتب اسمك علشان لو فزت نعرف نوصل لك. اكتب اسمك ثنائي او ثلاثي يعني حتى نستطيع ان احنا نصل اليك. تقدر تعمل خروج وتعدل اسمك مرة تانية، يعني اللي كاتب بس كده اللي داخل برقم هذا يغير الرقم، تقدر تغير، تقدر تطلع وتدخل مرة تانية باسمك الحقيقي حتى لو فزت. وفي جوائز ان شاء الله من ميجا وجدارة يعني تستحق الجائزة بإذن الله. يعني في ما شاء الله ناس دخلت بأسماء الثلاثية، جميل ممتاز. ما شاء الله الآن عندنا في حدود 45 مشارك، وده عدد جميل جدا جدا. إذا وصلنا للخمسين هنبدأ، وحتى اللي ما التحق بينا يستطيع أنه يلتحق لأن الرقم بيكون موجود في أسفل الشاشة، تستطيع أن تلتحق حتى بعد السؤال الأول بعد السؤال الثاني عادي. ممتاز، وصلنا الآن للخمسين. طيب هنعطي عد تنازلي العشرة بالعكس ونبدأ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 start. ومعانا الآن 60 متدرب، وأي متدرب يستطيع أن يلتحق بنا. طبعا يا جماعة السؤال بيعرض على الشاشة عندي، وانت بتضغط على الجوال اللي في يدك على الإجابة على الخيارات. الخيارات بشكل مربعات، يعتبر العمل عن بعد هو الخيار الأنسب في هذه الإجابة. أي الأعمال، الأعمال الصحية ولا الأعمال بعض الأعمال ولا الأعمال العسكرية ولا كل الأعمال. الإجابة الصحيحة ليس في كل الأعمال ولكن بعض الأعمال الإيه؟ بعض الأعمال. طبعا هنا يا جماعة مهم جدا إن احنا نجاوب بسرعة لأن الإجابة الأسرع بياخد سكور أعلى. فاقرأ السؤال من على الشاشة وأجب من خلال الضغط على الخيارات اللي هي المربعات اللي عندك. طبعا الإجابات مكتوبة وعندك على الجوال بتكون الخيارات اللي هي أحمر أزرق أخضر أصفر. واضح؟ خلونا نشوف من كده اللي أخذ المستوى الأول. ما شاء الله الأخ صالح الشاكر في تنافس ما شاء الله مع ليال وبرير، وطبعا هنا بيجيب التوب 5، بيجيب التوب 5 انما الجميع مشارك وموجود بس بيظهر التوب 5. نكست، ار يو ريدي؟ العمل عن بعد يحتاج الى الإجابة 30 من 60. أها في في الآن تخطي للأستاذة ليال. Are you ready؟ ليس من مسميات العمل عن بعد، ليس من مسميات العمل عن بعد. الأستاذة فاطمة والأستاذ يزيد ينافس ومحمد حسين والأستاذ يوسف وبرهون. ماشي يا جماعة شدوا الحيل شدوا الهمة. ما شاء الله عندنا 36 واحد يعني the highest climber، يعني ما شاء الله بينجزوا أفضل بيوصلوا إن شاء الله. ليس من مميزات العمل عن بعد للموظف، ليس. توفير المصاريف من مميزاته، زيادة وقت الراحة من مميزاته، زيادة الإنتاجية من مميزاته، إنما تقليل شرب القهوة والشاي بالعكس يمكن في البيت بنشرب قهوة وشاي أكثر.
بس على حسابك. الأخ يزيد ما شاء الله متقدم، وعندنا أربعة الآن يعني في مولعين نار كده، يعني متقدمين وبيسعوا للتميز إن شاء الله. الاتجاه للعمل بالواقع الافتراضي كان بسبب طبعا الإجابة الصحيحة جميع ما تكون 36 صح، والبقية خطأ. ما شاء الله الأخ يزيد مستمر في الأول، وكذلك يوسف والأستاذة فاطمة في المركز الثاني والثالث. جاهزين يا جماعة للتحدي للسؤال اللي بعده؟ Are you ready؟ أوكي. السؤال السادس، ليس من مميزات العمل عن بعد للمجتمع. زيادة في وقت الراحة للعمل. الإجابة الصحيحة. خلينا نشوف الأخ يزيد والأستاذ يوسف محافظ على وضعه، والأستاذة مجدة بدأت تنافس، والأستاذ نور ممتاز. السؤال السابع، ماذا ينبغي أن تفعل لو أحد فريق عملك يلتقي بكم في الاجتماعات عن بعد بهندام غير مناسب؟ الإجابة الصحيحة ما شاء الله جاوب على 20-61، ألفت نظره بلطف عن أهمية الهندام حتى وإن كان يعمل في منزله. مهم جدا إن إحنا نلفت نظره يا جماعة بلطف دون تجريح. والأخ يزيد مستمر في الصدارة ما شاء الله تبارك الله، والأستاذ مجد العلوي والأستاذ نور المؤمن بعدهم. السؤال الثامن، ماذا ينبغي أن تفعل لو تأخر أحد فريقك في تسليم مهمته بالوقت المحدد؟ عنده مهمة أو مشروع تأخر. الإجابة الصحيحة، أتناقش معه فرديا لأتعرف على الأسباب حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا. مهم جدا يا جماعة أن احنا to avoid that situation happening again in the future، ان احنا نتجنب حدوث هذا الموقف مره ثانيه في المستقبل. فاجلس معاه واقول له ايه المعوقات، وابين له ان طبعا ايه اثار التاخر. انما لو انا واجهت له انذار شفوي وشديد اللهجه ممكن ده يؤدي الى تعنت وانتكاسه منه، وساعده في انجاز ما تاخر في انجازه، هيتعود على كده وهيتعود على انه يتاخر وان بيجد من يساعده. ادعوه في اجتماع مع الفريق لمناقشته في الامر، يعني ممكن يكون ده من باب التشهير وليس من باب حل المشكله. جميل. يزيد الزايدي ما شاء الله مستمر، والأستاذة فاطمة تكافح، ومحمد حسين متواصل، والأستاذ يوسف والأستاذة مجد العلوي تنافس. السؤال التاسع قبل الأخير، لديك موظفة تتعمد أن تظهر برضيعها وتطعمه أثناء الاجتماع. ببساطة، لا دي سلبية ما ينفعش. أرسل لها رسالة على الخاص وأنذرها بعدم حمل الصغير أثناء الاجتماع، دي ممكن تؤدي إلى نتيجة عكسية وتقول هو مضطهدني ومش عارف إيه وكلام من ده. فيعني في إجابة أفضل منها، أطلب منها ترك الصغير والالتفات بالاجتماع حالا وفورا. لا ما ينفعش، لأن هي ممكن تكون أصلا ما ينفعش تسيبه دلوقتي وانت كده بتعمل تصادم معها ويتطور الأمر. أصدر تعليمات فيها نقاط كثيرة، ومنها أن يتفرغ الموظف تماما أثناء الاجتماع، زي ما كان بيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا. فيعني ممكن أن احنا نصدر تعليمات فيها نقاط كثيرة، ومن ضمنها هذه النقطة. تمام، من ضمنها هذه النقطة ونقاط غيرها.
يعني مثلا عدم الانشغال بالجوال، عدم الانشغال بالحديث مع الأطفال والصغار في البيت، عدم الانشغال بالبيتس بالحيوانات الأليفة وإظهارها في الورك اريا او في الورك سبيس اثناء الاونلاين ميتنج وغيره وغيره من التعليمات ومنها هذا الامر. تمام، وهذا طبعا الافضل والاجمل. السؤال الاخير يا جماعه، ما شاء الله الاخ يزيد الاول مستمر والاستاذه فاطمه والاستاذ محمد حسين، خلينا نشوف السؤال الاخير هيقلب الموازين ولا لا. من مميزات العمل عن بعد للمراه، الإجابة الصحيحة جميع ما سبق طبعا الراحة النفسية والبدنية، طبعا المساهمة في عمليات التطوير الذاتي للمرأة، طبعا تضييق دائرة التحرش، طبعا فجميع ما سبق هي الإجابة الصحيحة. وخلونا نشوف مين الأول والثاني والثالث. أخ يوسف هو الثالث والأستاذة فاطمة هي الثانية والأول طبعا الأخ يزيد الزايد. مشكورين، لا تذكروا. الآن بنعرض على حضراتكم الفيدباك، بنرسل لكم فيدباك وانت فاتح نفس الشيء، بنظهر لحضراتكم الآن ظهر عندكم فيدباك بتعطوا رأيكم على الجيم. ممتاز ما شاء الله، 9 ردود 13 رد. طبعا عندنا الليرنينج التعلم، وعندنا الفيلينجز المشاعر، وعندنا الريكومند يعني هل انت بتوصي بهذا الجيم ولا لا لغيرك. فيعطيكم العافية ما شاء الله اللي شاركوا بالتقييم، اعطونا 30 مشارك، اعطونا يعني 4.9. ممتاز جدا، تفاعل رائع ما شاء الله يا دكتور رغم الصيام. هذا من فضل الله. طبعا يا جماعه من ضمن الميزات كاهوت يا استاذ الياس، حتى اداره التدريب بتكون مهتمه بهذا الشيء، ان احنا بنقدر ان احنا نعمل ريبورت تقرير ونرسله لاداره التدريب. شايف التقرير شايفينه يا جماعه التقرير ظاهر امام حضراتكم؟ جميل، ايوه تقرير كامل كامل. طبعا انا هعمل برنت سكرين للي فازوا معانا الاول حتى ما ننسى من فاز، ونرسل الـ النتيجة لإدارة التدريب لأنها هتكون مهتمة بهذا الشيء أكيد. والياس إلياس. صحيح صحيح نعم. وأيضا عندنا هنا الريبورت الجميل ده يا جماعة، والجميل أيضا في كاهوت يا أستاذ إلياس نحن نقدر نصدر هذا الريبورت الإكسل شيت. رائع، طبعا رائع جدا كمان. يعني احنا بنعطيكم كده اسرار على الهواء. الله يبارك فيك، يبارك في علمك. الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب. فطبعا يا جماعه مهم جدا ان احنا ايضا نقيس عمليه التفاعل. فهنا مثلا يا جماعه اهو شو سكور بورد بيجيب لي الخمسه الاوائل، وهنا ايضا سيف ريزلتس، وهنا طبعا بيعمل عمليه داونلودنج للجيم ريزلتس. تمام، في ملف اكسل، واستطيع الان ان انا اعرضه امام حضراتكم. ايضا دي من ضمن الميزات اللي موجوده في كاهوت، لذلك انا ممن يعشق كاهوت. فنعمل لكم شير سكرين اهوت للاكسل شيت اذا فتح. يا رب يكون فتح معانا. طيب خلينا نتأكد إنه فتح الأول. أيوة فتحه أهو يا جماعة الإكسل شيت، أهو قيادة فريق العمل، وجايب لي نسبة الكوريكت أنسر والإنكوريكت أنسر، كل التفاصيل مطبوعة. طبعا دي لزملائي المدربين والمحاضرين وأساتذة الجامعة، أدعوهم إلى استخدام كاهوت والاستفادة من الريبورتس ديت بدون ما تتعب، وبكبسة زر أنت استطعت أن أنت تستخدم أداة احترافية مجانية، وبتعمل إنجيجمنت وإنتر أكتف بينك وبين المتدربين بشكل فعال.
طبعاً بفضل الله عز وجل نأتي الآن إلى يعني ختام لقائنا اليوم عن قيادة أو إدارة فريق العمل عن بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون يعني وصلنا لحضراتكم جزء من المعلومة، ولا على الأقل بنسبة 50%، لأن غداً إن شاء الله إحنا بنستكمل برنامجنا كما تحدثنا، بيكون في الغد إن شاء الله عندنا محورين أو ثلاثة محاور رئيسية، اللي هو نموذج 3C بالتفصيل، وتسعة نصائح احترافية لإدارة فريق العمل عن بعد، وماذا ينبغي أن أفعل لو، في شكل كيس ستاديز مع حضراتكم، اسمع لمشاركة حضراتكم أكثر بفعالية. وحنستكمل أيضا القصتين اللي بدأناها مع حضراتكم. الآن المايك مع الأخ إلياس، ويعني حتى يعني تشير علينا بماذا نختم إن شاء الله، ونريد أيضا أن احنا نسمع أي سؤال أو أي استفسار قبل أن نختم. بارك الله فيكم. كل الأخوة اللي يسألون عن الدخول وطريقة الدخول على هذا اليوم الثاني من الدورة، بإذن الله على نفس هذا الرابط اللي دخلتوا فيه اليوم، التسجيل يتم عن طريق نفس الرابط، ويوصلكم إن شاء الله رسالة على الإيميل فيها join the session، وتقدر تدخل من خلالها على الرابط. فيما يخص أي استفسارات ثانية بالشهادة، الدورة، التسجيل، الإيميلات موجودة بالشات، سواء أنا أو زميل أيسر إن شاء الله معكم نجيب على استفساراتكم. دكتور، في باقي شيء الآن؟ استفسارات الإخوان أبداً. لا يوجد استفسارات. تمام أبداً. نراكم بإذن الله غدا. كانت أكثر من ساعة ونصف يبدو، ولكن مرت سريعا من جمالها مع عرض الدكتور محمد. الله يعطيكم العافية. لهذه الدورة يوم ثاني إن شاء الله نستكملها يوم غدا. شكرا لكم، ونراكم على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. في أمان الله. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام.